بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا بقى نبدأ معاكم في البداية بأحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وخصوصا ان احنا طبعا عارفين المدارس بدأت بقالها كذا يوم، بس الشوارع يعني بالعكس فيها بعد كده بعد ساعات الذروة الصباحية بيكون فيها سيولة مرورية لطيفة جدا. خلونا نبدأ معاكم جولتنا من القاهرة وتحديدا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية. ولو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي برضه في كثافات نسبيه. لو رحنا عند كوبري الجلاء في سيوله مروريه مكمله لحد طريق العروبه، وعند كوبري المطار في كثافات نسبيه هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاويه ومتجه للفنجري، ونفس الامر اعلى كوبري المطريه القادم من الكابلات. كمان بيشهد نفق الازهر انتظام في حركه المرور القادم من صلاح سالم الى ميدان الاوبرا والعكس. ظهر انتظام لحركة المرور بشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالة ومنازل كوبري أكتوبر. بالنسبة لطريق الأوتوستراد القادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم هيكون فيه سيولة مرورية كبيرة. بتظهر كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ومن أثر النبي حتى القصر العيني، وفي بعض الكثافات بمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وميدان هشام بركات. نروح معاكم للجيزة وهنلاقي في شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية. كمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد أيضا تباطؤ كبير في حركة السيارات، وبدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل. كمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين والحد الطلبية أيضا للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بالنسبة لطريق المحور بيشهد دلوقتي كثافات مرورية بسيطة جدا قبل محور ميدان لبنان، علشان كمان المتجه لكوبري المتجه لاكتوبر هيكون فيه سيوله مروريه. نروح شارع السودان امام محطه مترو الجامعه ظهرت كثافات مرتفعه اللي جاي من فيصل او من كوبري فيصل لمناطق الدقي. بتظهر كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا الى شارع السودان، ويفضل التوجه لمحور عرابي. كذلك الامر بكوبري عباس والجامعه والجيزه المعدني، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي ده بسبب الإصلاحات. خلونا نروح معاكم لمحافظة أسيوط ومن قدام مستشفى الجامعة. هناك في سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل أو هنلاقي في كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، بتبدأ بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. في سيولة مرورية كمان على طريق الصحراوي الشرقي القادم من والخارج من محافظة أسيوط. نكمل جولتنا ونروح لإسماعيلية، و بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة. هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم من المحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نطمن مع حضراتكم عن أحوال الطقس النهاردة. وبتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة العظمى هتكون 32 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 29 درجة، وأسوان العظمى فيها توصل ل 38 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.